ما أشوف الآن مبهج، وأحب أوجه رسالة لإخواني في التربية الخاصة. أولاً كل الشكر، لما أتكلم كعميد راح أشكر رسم، لكن حقيقة هذه ذكرها لي المشرف الأكاديمي في أمريكا، قال أفضل من يدرس التربية الخاصة من يكون له جذور في علمي في الأحياء. فربط التربية الخاصة، وأنتم الآن حتى تدرس استفسارات كثيرة لازم ترجع للأحياء فيها، فأنا مندهش كثير وأوجه الشكر حقيقة لكل